دلوقتي بقى هنعمل الرقاق. الرقاق بتاعنا النهارده هنستخدم الرقاق الطري اللي سالته كتير عليه. انا ما بعرفش اعمل رقاق طري، هنعمل احلى صينيه رقاق طري دلوقتي مع بعض. عندي كيلو رقاق طري، سمنه، فص ثوم، وفلفل رومي وجبنه رومي، دول اللي هطعم بيهم اللحمه المفرومه اللي هحشي بيها الرقاق. وعندي شوربه ولبن ومستكه. المقادير الغريبه دي هنعملها ازاي مع بعض؟ استاذ طلعت اهو منزل لكم المقادير وانا هشتغل علشان على طول وقتنا. لحمه مفرومه متعصجه بالبصل وملح وفلفل وبهارات لحمه، ماشي كده. اول ما تتعصج وتستوي، يعني مش من الاول خالص، بعد ما تتعصج وخلاص رايحه اطفي عليها، هنزل عليها شويه فلفل رومي، طعمهم بيبقى في منتهى الجمال مع بعض جوه حشوه صينيه الرقاق. وايه كمان؟ فص صغير ثوم مفروم مع اللحمة المفرومة كده، وهقلب كله في بعضه. الكلام ده تاني امتى؟ بعد ما اللحمة المفرومة اتعصجت. خلاص كده زي الفل، 100 فل و10، ما عندناش اي مشكلة خالص. الصينية دي انا حطاها تسخن علشان هي دي اللي هعمل فيها الشوربة اللي هسقي بيها الرقاق. اتعودنا مع بعض القدام ما تقولوش عشان الجداد يستفيدوا معانا. الشوربة هعملها ازاي؟ ادي معلقة سمنة، ومعلقة السمنة دي هنا في الشوربة، بدل ما انا اقعد كل ورقة رقاق اقعد احط سمنة عشان تورق، سمنة مرة واحدة، واحط فيها فصين مستكة. حاضر حاضر، فصين مستكة كده، وهدوب المستكة مع السمنة. مدامها اهلا وسهلا. صباح الفل يا شيخة. صباح الفل يا قمر، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشانة والله، منوره قناتنا. ربنا يخليكي، تعيشي منوره اي حته تروحيها، واحنا وراكي وراكي يعني. انتوا حبايبي، او انا ليا غيركم في الدنيا؟ انتوا حبايبي. والله مش هنسيبك خالص في اي حته وراكي ان شاء الله. يا رب مع بعض على طول في الخير يا حبيبتي. يا رب انا وانت طيبه يا رب، وتسلميك على الحاجات الجميله اللي بتعمليها النهارده. شفتي مفتيك ال 10 دقايق يا مها النهارده؟ شفتي جميله؟ ايوه ان شاء الله، على المطبخ على طول ان شاء الله. على المعمل يلا على طول. عملنا المحشي والفراخ وهيصنا اليومين اللي فاتوا بقى ان شاء الله. حبيبي قلبي، الف هنا وشافه يا رب. يلا اعملي رواق والبفتيك النهارده، وادعي لي دعوه حلوه حبيبه قلبي. انا بدعي لك على طول يا شيخه. جميل والله. شايفه استاذ طلعت بيعمل فينا ايه واحنا صايمين؟ شايفه؟ يلا كل سنه وهو طيب استاذ طلعت، وكل الجروب يعني بخير يا رب. كل حبايبنا طيبين وبخير. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. مع الف سلامه. كده انا حطيت معلقه كبيره سمنه سخنت في الصينيه اللي هعمل فيها الشوربه، حطيت فصين مستكه، اول مساحه ريحتها على طول بتبان، بشمها بتطلع في منتهى الجمال. هروح بقى حاطه عليها على السمنه والمستكه شوربه سخنه كده. طيب، وعشان اطعم صينيه الرقاق بتاعتي وتبقى حاجه كده عسل ملاش حل، شويه لبن عليها. وكده التسقيه بتاعه الرقاق جهزت معايا. كل حبايبي القدام عارفين دي بتعمل ايه في صينيه رقاق، الجداد بقى جربوا جربوا وهتدعوا لي. كده انا جهزت التسقيه اللي ايه هسقي بيها الرقاق. هجيب بقى الصينيه اللي هعمل فيها صينيه الرقاق كده، ونجيب فرشه بسرعه. لا ما هو للاسف انا بص اوام اوام لا تقلق. بصوا معلقه سمنه كده في الصينيه بالشكل ده، وبعدين تعالوا نفرد الرقاق بتاعنا. اقدر اعمل نفس الطريقه دي في الرقاق الناشف؟ في الرقاق الناشف نفس الحكايه، هي عادي جدا. هشيل كده الرقاقه واحطها في الشوربه اللي بلبن وسمنه ومستكه، واحطها جوه الصينيه افردها كده اهو. والتانيه عليها نفس الحكايه، هعمل لكم بس كام طبقه كده وخلاص اهو كده. شايفين ازاي كده؟ بسم الله. حطيهم كده مثلا، حطي ايه 4 طبقات تحت. هاخد مثلا دول 2 مع بعض كده عشان استاذ طلعت بقى خلاص عارفين ايه. كهربني. بصوا كده بس، انتوا بيعملوا ايه طبقه طبقه كده. حطيت 4 طبقات تحت بالشكل ده، ماشي. وبعدين هروح واخده اللحمه المفرومه بسم الله، ونحطها عليهم كده. الريحة بقى طالعة في منتهى الجمال، لا تتخيلوا عسل قد ايه. اهي في كل حتة، بس ما بوصلش للحروف عشان هنشوف الحروف هنطبقها ازاي مع بعض دلوقتي. كده بالشكل ده،
وبعدين هاخد الجبنة الرومي المبشورة بالطعام لي جدا الصينية يا جماعة زي العسل، وبعدين هروح واخدة الطبق اللي فوق دي كده، دول وحدتين برضو مع بعض عشان انا مستعجلة، بس هوريكم بس القفلة. القفلة بتبقى ازاي؟ باخد كل الحروف اللي تحت دي على جوه والحروف اللي فوق على تحت. يعني ايه؟ يعني بص بقى يا استاذ طلعت هعمل كده اهو، بعمل كده واروح واخدة الطبقة اللي تحت دي كده على جوه ودي عليها كده اهي كده، وافضل الف فيها تعمل لي شكل الفطيرة كده اهي من كل ناحية، اظبطها كده شايفين ازاي؟ معلش انا بشتغل بسرعة يا جماعة. وبعدين اروح مزبطاها كده ودهناها معلقة سمنة وعلى الفرن على طول، بس احلى رواية. طعم اللبن فيه بيبقى زي العسل زي ما استاذ طلعت هيوريكم المستوية دلوقتي، ودلوقتي هتطلعوا فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناة تتغير.